اهلا بحضراتكم من جديد، منورني في الاستوديو استاذ امير نبيل. طبعا كل سنه وحضرتك طيب، وحشتنا في الفتره اللي فاتت ودايما بستمتع باللقاء مع حضرتك. الله يخليك استاذ وضع، انا سعيد ان انا معاك وفي قناه نادي الزمالك، ويعني كل سنه وكل المشاهدين بالف خير، وبرضه تعازينا لاسر طبعا شهداء طبعا. الوطن، ويا ربنا يتغمدهم بواسع رحمته، ان شاء الله. ويعني اكيد طبعا يعني قلوبنا معاهم في هذه الفتره. يعني النهارده هنتكلم في اكتر من حاجه، اكيد الحدث ككوره الاهم جهاز كابتن ايهاب جلال والجهاز الفني لمنتخب مصر هنتكلم عليه، ولكن في حدث مهم خلاص فاضل عليه اقل من نص ساعه، وهو نادي الزمالك والنادي الاهلي في السوبر الافريقي لكره اليد، والفائز هيروح لكاس العالم للانديه. الزمالك قابل الاهلي 4 مرات، كسبنا 3 وما حلفناش التوفيق في اول مره فيهم. الزمالك لعب 9 كسب 7، ان شاء الله النهارده يبقى التامنة لنادي الزمالك. شايف اللقاء ده ازاي؟ وشايف ابعاد الموضوع ازاي؟ والزمالك قادر على الفوز بعد ما قدر يفوز ويخطف الدوري والسوبر من الاهلي؟ تمام. يعني هو ده دايما لما بنتكلم على كوماندوز الاياب بيبقى في حاله من الفخر كده والسعاده اللي انت بتتكلم عليه، لسبب ان يعني نادرا لما بيخذلك الفريق ده، دايما تحط عليه توقعاتك وانت مش عايزين نحط عليهم ضغط زياده. هي طبعا في النهايه رياضه، فعلا كوماندوز يعني لو لا قدر الله ما حلفوش التوفيق فبيكون الماتش اتخطف صحيح، او عملوا اللي عليهم بالزبط. والناس بتكون وعمرهم ما خرجوا بموسم فاضي، يعني حتى على لو الاقل حاجه 3 4 تتذكر بطولات. بالظبط، لو تتذكر كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت، انت بتلعب برشلونه يعني فريق مدجج بالنجوم ولعيبه يعني من افضل منتخبات لا بس العالم، ده احنا احرجنا برشلونه في الاول، احنا ده اول حقيقي 10 دقائق كنا متقدمين وكان في ما سجلوش فينا، صحيح. وبس حصل هو بيبقى فارق طبعا ضغط الخبرات نفسي مع بدني فجاه. ففعلا كوماندوز الياب ده حاجه تشرف، يعني طبعا. حتى ايا كانت النتائج اللي بتحصل بيبقى في حاله قبول عند الجماهير من اي نتيجه بتحصل من الفريق، لان انت معودهم دايما على البطولات، معودهم على الالقاب، زائد ان النهارده بنتكلم على مباراه سوبر بتاهل لكاس العالم للانديه، حدث كبير، دافع فبالتالي دافع كبير، ده دافع في حد ذاته، غير الدوافع اللي عندك بالفعل قبل كده ان انت بطل الدوري، بطل السوبر، البطوله اللي اتلعبت بالشكل الجديد اللي احنا شفناه، ولكن في النهايه انت تفوقت على نفس المنافس اللي هتواجهه النهارده، فدي تدي لك دفع معنويه شويه، ويمكن في المقابل بتبقى في هزه ثقه شويه، او يعني دايما بيبقى لما المواجهات المكرره بتبقى في صالحك انت بتبقى حافز ايجابي ليك والى حد ما سلبي، ولكن طبعا ال 60 دقيقه في الملعب هي اللي هتكون الفاصل، وان شاء الله اللي يكون التتويج من نصيب نادي الزمالك النهارده. تفتكر اللقاء النهارده هيكون صعب وفي نديه بين الفرقتين زي السوبر اللي فات والزمالك قدر يخطفه يعني فاول في اخر ثانيه يحيى الدرع، يعني فرحنا كلنا بكره عظيمه ما حدش قادر ينساها لحد النهارده، ومستحقه من النوادر لما بتيجي. زمالك بس عملها طبعا مرتين في كره اليد تحديدا. شايف النهارده نقدر نخطف من بدري ونقدر نفرق ونسيطر كعاده كوماندوز اليد، ولا اللقاء هيتحسم في اخر ثواني؟ طيب لو بصينا لسيناريوهين اخر مباراتين ما بين الاهلي والزمالك، يمكن على مستوى الدوري شفنا التفوق بفرق كبير، وفي الشوط الثاني النتيجه وسعت بشكل كبير جدا، ويمكن ده تكتيك بيعتمد عليه اوليفر روي المدير الفني باعتماده برضه على العناصر اللي موجوده عنده في الفريق، زي ما حضرتك بتقول يحيى الدرع، زي الاسطوره احمد الاحمر، اكرم يسري، بكار، غيرهم من اللعيبه، سيف وقداح، وطبعا كلهم مميزين، ما تقدرش تقول ان حد غير بقى الاثنين اللي انا بحبهم جدا طبعا، هنداوي وفلفل. وفلفل طبعا الاثنين انا بحسهم امان للناس كلها يعني. حقيقي، والاثنين الحقيقه مستوى رائع جدا، وتحس ان الاثنين بيكملوا بعض، يعني ده بيفرح لده لما بيتالق، وده بيفرح في هي الروح روح في حد روح ذاتها جميلة. في الفرقه عاليه جدا. وطبعا شفنا سيناريو مباراه السوبر الحسم في الامتار الاخيره زي ما بنقول، او في الاخر دقيقه وزياده الفارق، فيعني انت النهارده عندك اكتر من سيناريو، لما بيبقى عندك عناصر مميزه وتقدر ان هي تصنع لك الفارق في الوقت اللي انت محتاجه في المباراه، ده بيدي لك ميزه، ده بيدي لك يعني افضليه ان انت تلعب باكتر من سيناريو، ودايما بنشوف نادي الزمالك في مباريات ومباراه القمه تحديدا ما بيحاولش يخلي السكور بعيد، دايما بيخليه يعني ايه في المتناول، حتى لو مش وكمان الكوماندوز عندهم حاجه حلوه جدا، ما بتحسش الغرور، صحيح، ما بتحسش ان في فزلكه، صحيح، بينزلوا في كل ثانيه تعالي مركزين على اللعبه تماما، التصريحات كلها قبل اللقاء احنا هنلاعب منافس قوي جدا والماتش هيكون صعب جدا، وده اللي بيخليهم يقدروا يفرقوا عن اي منافس. انا نازل عارف ان ما فيش لقاء سهل، وعارف تحديدا ان اللقاء ده بطوله مهمه، الدوافع اللي عندي نفس الدوافع اللي عند المنافس، هو عنده دوافع اكتر ان عايز يفوز عليا بعد اكتر من لقاء مش قادر يفوز عليا بعد نتيجه كبيره في اللقاء اللي فات، فاللعيبه عندها دوافع كمان. الاهلي عامل تدعيمات اكيد باكتر
من لاعب، منهم لعيبه مهمه جدا جدا، والجماهير بتسال الزمالك مش مدعم ليه، ما عندوش تدعيمات ليه؟ بتهيألي عشان لاعبتنا اصلا في انديه بره بتطلبها تدعم بيها. بالظبط. فانا هجيب مين ادعم بيها؟ العب مين وادعم مين واعمل ايه؟ بس بتهيألي شادي ممكن يشارك النهارده، شادي خليل لاعب الدايره اللي الزمالك جابه من سبورتنج ممكن يشارك النهارده، بيكون ليه دور قوي، لعيب مميز جدا على فكره. صحيح. وهي التدعيمات عموما بتبقى في يعني رؤيه فنيه في النهايه، انا اللعيبه اللي عندي انا محتاج في المركز ده، محتاج في اكتر من مركز، ممكن اللعيبه اللي عندي اللي هتخرج تحترف بره ممكن اجيب مكانها، لازم هيبقى في تدعيمات عندك اكيد، الاداره مش غافله عن الموضوع ده طبعا. اكيد في صفقات بتتم. لا المدرب، لا المدرب كمان لو كان عايز تدعيمات في اللقاء ده ما كان قال يعني. بالظبط. اليد ممكن يجيب حد اعاره لقاء في بطوله، لو مدرب كان محتاج قال يا جماعه انا محتاج فلان وفلان مثلا. لا هو عنده ثقه في العناصر اللي موجوده عنده، والحقيقه كلها عناصر مميزه، لكن التدعيمات طبعا مش بخصوص المباراه دي، بخصوص انت لسه طبعا بعد مباراه السوبر هيبقى عندك بطوله افريقيا اللي في النيجر وبدايه كاس كوس. بالظبط. كاس كوس بعد كده خلاص الارتباطات الفريق الجايه، الفرقتين امام الزمالك انسحبوا، فالزمالك مستني بس تحديد المراكز التاهل بالظبط المركز بتاعه، ولكن على المدى البعيد طبعا ان انت هتحتاج تدعيمات، طول ما انت بتحقق بطولات طول ما ده بيديلك يعني ان انت ده بيحطك تحت ضغط ان انت دايما العناصر اللي موجوده تبقى افضل العناصر، سواء العناصر اللي عندك كملت او يعني هتستمر مع الفريق وتواصل مسيرتها ومسيره العطاء والانجازات مع البطاقه. هي اليد في الزمالك ولاده. صحيح. نادي الزمالك من في اليد تحديدا بيخرج محترفين. ده حقيقي. وبيجيب يطلع ناشئين جداد وبيجيب لعيبه من كل مكان. وفي نفس الوقت بيطلع محترفين كتير، وفي نفس الوقت بيحاول يحافظ على البطولات والانجازات، فانا شايف ان الزمالك في اليد صراحه طبعا في كل حاجه مميزه، لكن في اليد في روح مختلفه، الناس طبعا دايما طبعا بتحس ان لا دول مش هيخذلونا واحنا معاهم وفي ظهرهم، وان شاء الله النهارده نكون معاهم وفي ظهرهم، والناس على السوشيال ميديا طبعا السوشيال ميديا الزملكاويه تفاعل كبير بيتكلموا ان مفيش النهارده فرح عند يحيى الدرع، ان في اللقاء اللي فات محط التسديده قال لهم يا جماعه انا عايزين نخلص، عندي فرح مش ان احنا نلعب وقت اضافي، فنقول لك مفيش فرح حد يعمل فرح النهارده ويعزم يحيى، لان كل الزملكاويه النهارده بيعزموا يحيى على فرح ان شاء الله يكون حلوه وروح جميله وحاله كده يعني التفاف الجمهور حوالين كوماندو زياد دي حاله مش من فراغ. اكيد كل اللعيبه في ارتباطهم زي ما انت مرتبط على مستوى كره القدم بنجوم زي شيكابالا زي زيزو زي طارق حامد زي غيرهم من العديد من النجوم، انت النهارده برضو نجوم كره اليد بقيت بتعرفهم بالاسم، بقيت عارفهم خلاص ما يقلوش اهميه عن طبعا اي لعبه في نادي الزمالك بواقع البطولات بواقع الانجازات بواقع كمان الانتماء اللي بتشوفه والروح القتاليه العاليه اللي بيلعبوا بيها في كل مباراه. ان شاء الله النهارده نتابع لقائهم ويفرحوهم كلنا، واحنا هنقول لكم اللقاء كل تفاصيله، بس نخرج فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. أعلن اتحاد الكرة تعاقده مع إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الأول حقبة جديدة بطموح مختلف، عنوان ربما يكون هو الأنسب بعدما تولى إيهاب جلال مهمة تدريب الفراعنة. ارتباطات المنتخب في 2022 ستقتصر على التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، حلم جديد يسعى جلال لتحقيقه بعدما خسر الفراعنة نهائي كأس الأمم 2017 بالجابون ونهائي كأس الأمم 2021 بالكاميرون. إيهاب جلال يتولى المهمة خلفاً للبرتغالي كارلوس كيروش الذي كان قريباً من الفوز بكأس الأمم والتأهل للمونديال، لكن التوفيق لم يحالف رفاق صلاح بعدما خسر منتخبنا نهائي كأس الأمم الأخير على يد السنغال. أسود التيرانجا أطاحت بالفراعنة في المرحلة الحاسمة من التصفيات المؤهلة للمونديال. ركلات الترجيح ابتسمت للسنغال ووقع الاختيار على المدرب الوطني. في كل السنوات السابقة ومع نجاحات الفراعنة نجد على رأس القيادة الفنية مدرب وطني. الراحل محمود الجهري تأهل مع الفراعنة للمونديال وتوج بكأس الأمم، وبعد رحلة بحث استمرت سنوات عاد الفراعنة لعرش القارة على يد المعلم حسن شحاتة بثلاثة ألقاب متتالية في كأس الأمم الإفريقية، واليوم يعلن اتحاد الكرة تعاقده مع إيهاب جلال من أجل عودة الألقاب للكرة المصرية.
اهلا بحضراتكم من جديد. والجمهور المصري والشعب المصري دايما بيحس ان المدرب بتاع المنتخب الوطني لازم يكون وطني. احنا حاسين كده دايما، ودايما نقول طب ما نجرب مدرب وطني تاني. احنا شفنا الانجازات مع مدربين وطنيين، الاتحاد حاول يعني يجيب حد جيد يرضي الطموح الفتره اللي جايه، في نفس الوقت قالوا نسمع الجمهور عايز ايه، فالقرار كان كابتن ايهاب جلال. ففي البدايه كده شايف الاختيار عامل ازاي؟ شايف الجهاز المعاون كمان كابتن محمد شوقي، كابتن احمد حسام، وكابتن عصام الحضري، شايف الجهاز ككل يقدر يعمل ايه مع منتخب الفتره الجايه؟ تمام. يعني هي فكره المدرب الوطني، لو رجعنا للتاريخ دايما الانجازات، يعني الفكره اللي عند المشجع او الرجل الشارع العادي عن المدرب الوطني لمنتخب مصر دايما من واقع اللي اتحقق قبل كده، كابتن محمود الجواري الله يرحمه، تأهل لكاس العالم 1990، والانجازات اللي حصلت وامم افريقيا 98، طبعا دي حاجات كتيره في سجل الجنرال. ايضا كابتن حسن شحاته حدث ولا حرج على الانجازات التاريخيه اللي حققها. حسن شحاته عمل كل حاجه في الكوره، ولكن كاس العالم كان ما عنده. هي للاسف كاس العالم هي اللي كانت يعني العقبه الوحيده اللي كان في سبيل الجيل الذهبي. الجيل الذهبي كان فعلا كان هو ده اللي ناقصه، يعني عشان يعني مرحله الكمال يعني او شبه الكمال طبعا بالنسبه للمنتخب الوطني في الوقت ده. لكن بواقع الحال انت دايما لما بيبقى عندك مدير فني اجنبي ما بيحققش المطلوب او النتائج ما تبقاش على قدر التطلعات، بتدور تاني في الملف المحلي او في الخيارات المحليه اللي عندك. بعد فتره كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي واللي كان التارجت بتاعه الوصول لكاس العالم، انت ما وصلتش لكاس العالم، ولكن حتى كاس امم افريقيا ما كانش تارجت، ولكن وصلت للنهائي. يعني قد تختلف وتتفق على سيناريوهات الوصول للنهائي ده، ولكن في النهايه وصلت لنهائي البطوله، بطوله كاس العرب، وصلت للثالث والرابع. يعني كان في النهايه تارجت لكاس العالم وما وصلتش. الاداء ما كانش افضل حاجه قوي، ولكن يعني اسالك سؤال على الفتره اللي فاتت، هل الطموح بتاع الجماهير وطموحنا كان اعلى من امكانيات المنتخب، ولا احنا ده كان الطبيعي اللي احنا عايزين نخش ابطال العرب نكسبها، أم أفريقيا نكسبها، كأس العالم المفروض نصعد أمام السنغال، هل إحنا اللي كنا عاليين بالطموح بتاعنا ولا حصل مشكلة؟ هو أوقات كتير إحنا فعلا بنبقى عاليين بالطموح، يعني ممكن ما يبقاش ده على قدر الإمكانيات قوي، ولكن أنت في النهاية حتى لو أنت مش يعني كمتفرج بتشوف إن أنت قدمت كرة حلوة وخسرت، بتبقى عندك يعني جزء يعني من يعني في كأس العرب خرجنا بجون أنجول، حسينا ان احنا اتضايقنا لجون في نفسنا، ولكن حسينا ان احنا كنا كويسين في اللقاء ده، عملنا اللي علينا. قبلها في ماتش الجزائر كنا جيدين، فقلنا برضو تمام في منافسه او في نديه من اللاعبين واقفين بشكل جيد في الملعب. ولكن لو بصينا على امم افريقيا الوضع اختلف تماما. ففي الاول اول ثلاث لقاءات الناس خلاص ما بقتش تطمع في حاجه، مع اول لقاء في النوك اوت قلنا لا في امكانيات نقدر نعمله، في امكانيات ولاعبتنا تقدر تعمل كل حاجه. فاحنا المفروض نصدق انهي؟ نصدق الامكانيات اللي شفناها امام كوتيفوار وامام المغرب وامام الكاميرون، ولا وكمان امام السنغال في اول شوط او الشوط الاخر، يعني هناك برضو اخر ماتش ده كنا تعبانين جدا بدنيا مش قادرين نشتغل في كاس الامم، ولا اداء منتخب مصر اللي ما كانش باين له ملامح في اول ثلاث لقاءات في دور المجموعات في دوري الابطال في دوري ابطال افريقيا؟ ده سؤال مهم، ويعني حطيت ايدك على يعني مربط الفرس زي ما بيقول. هل فعلا منتخب مصر ده اخر حاجه ممكن يقدمها، ده اخره زي ما بنقول كده بالبلد؟ يعني اعتقد انا من وجهه نظري الشخصيه لا، عندنا افضل من كده. لكن انت عندك افضل من كده او بتطمح لافضل من كده في وقت لكل المنتخبات اللي بتنافسك برضو بتتطور. يعني انت النهارده يمكن هقولها بصراحه من سوء حظك ان انت قابلت السنغال في فتره هم متفوقين فيها، فتره في ليفل عالي، عندهم محترفين في كل الدوريات الكبرى، في الانديه الكبرى، في الدوريات الكبرى، عندهم جماهير محترفه، عندهم جماهير يعني الجماهير محترفه بره، يعني قصه ثانيه الجماهير لوحدها. ولكن انت في النهايه كنت بتتطلع لافضل من كده، قياسا بان اللعيبه دي مع انديتها بتقدم مستويات افضل من كده. انت النهارده كمشجع فاكر احنا قابلنا السنغال في اقوى وقت بالنسبه لها، ولكن احنا يعني ما خسرناش خسرناش سكور اكيد، يعني اللي هو خسرت كان ممكن نخطف، يعني كان ممكن نخطف، بس انت عشان تلعب على سيناريو الخطف هي دي اللي كانت معضله. بس هو ده انت قصدك على افريقيا السنغال ولا نهائي كاس ولا تصفيه كاس العالم؟ هو الاثنين الحقيقه، لان ما فيش يعني تباعد كبير ما بين الاثنين. انت في نهائي افريقيا لا، يعني انت هنا ريحت شويه ولعبت يعني في ارضك الاول، في ناس يقول لك ممكن نلعب اكتر ونسجل الثاني، هنا ننزل زيزو نعمل جبهه هجوميه ما نلعبش على هدف، ولكن في النهايه حصل اللي حصل. ولكن حضرتك كنت مع ان مدرب مصري
مش فكره مدرب مصري قد ما فكره ان حد يطور لي الاداء اكتر من كده. يعني أنا اصل الفتره اللي فاتت كنا كل ما نكلم مدرب اجنبي ونجيب مدرب اجنبي هو جاي عنده استراتيجي معينه، لسه عايز يشوف اللعيبه، عايز يفهم اللعيبه، واحنا للاسف ما عندناش وقت. منتخب مصر مش منتخب اللي هيخش بطوله يجرب فيخسر ويطلع، لا انا عايز اخش بطوله اكسب. فكان الناس يقول لك مدرب مصري عارف اللعيبه وعارف كل حد في مركزه فين وعارف مين بيعمل ايه وعارف ان المنتخب ما ينفعش من غير طارق حامد وعارف ان المنتخب حتى لو مش اساسي لازم يكون على الدكه، عارف ان فلان لازم يكون موجود يعني في حاجات اساسيه بالنسبه لنا. فعشان كده كان القرار على كابتن ايهاب جلال. تعال نشوف كابتن ايهاب جلال قال لي النهارده في المؤتمر الصحفي ونرجع نكمل كلامنا عن الفتره اللي جايه، وان شاء الله تكون فتره خير لمنتخب مصر. في الاول احب انعي الاول شهداء الوطن واقول لهم هم ضحوا بارواحهم عشان بلد كامله وعشان شعب كامل، فربنا يرحمهم ويجعلهم من الشهداء ان شاء الله. اول حاجه بحب اقولها بعد تولي المنصب طبعا، وبشكر الاستاذ جمال على الكلام اللي قاله، اقول ان بشكر كل اللي دعموا قرار وجودنا هنا في منتخب بلدنا، وبرضو نتفهم جدا بعض الاراء اللي ما كانتش مع القرار، ودي حاجه مش هنقدر نقول ان لازم يبقى في حاجه كامله في الدنيا يعني، لكن احنا متفاهمين جدا وجهتين النظر اللي دايما بيبقوا موجودين في اي اختيار لاي مدير فني او اي اختيار عامه. احنا في مرحله محتاجه تكاتف كل المسؤولين عن او اللي بيعملوا في الرياضه من كل الاتجاهات، واولهم بعد جمهور الاعلام الرياضي. بحب اشكر كل الناس اللي شجعتنا ان احنا نبقى موجودين، وبنقول ان احنا في مهمه اقرب الى التكليف ولكنها مهمه شاقه ومشرفه، شرف كبير ان احنا نبقى في منتخب كبير زي منتخب مصر، وفي ضغط اكبر انه بيبقى منتخب بلدنا تبقى علينا بعض المسؤوليه الكبيره اللي مش هتتحقق الا بتكاتف كل المهتمين بالوسط الرياضي يعني. حب اقول برضو ان احنا جينا بعد مدرب كبير ومعاه فريق كبير حقق انجازات في بوصوله الاثنين فاينل افريقيا خلال البطولتين الاخرانيين، ووصل كاس عالم الاخيره، واحنا هنحاول ان شاء الله نكمل او نبتدي من الايجابيات اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، وفي نفس الوقت لو في سلبيات هنساعد في انها تتحل، لكن هنبتدي من حيث انتهى منتخب مصر وعندنا فريق كبير ان شاء الله، لعيبه عندهم خبره كبيره، سواء اللي لعبوا اثنين فاينل افريقيا او في كاس العالم، واللي هيساعدوا اللعيبه الاخرين اللي هيتم اختيارهم ان شاء الله. عندنا حاجتين مهمين او حاجه مهمه جدا، عندنا مباراه بعد اقل من شهر او مباراتين بعد اقل من شهر، ودي هنبتدي نشتغل او ابتدينا بالفعل نشتغل من هنقول من اسبوع او اتنين، ان احنا نجمع المعلومات عن اللعيبه سواء المحترفه او سواء الموجوده في مصر. احنا عندنا حاجه مهمه في الاول ان احنا ما عندناش وقت كبير نحضر لمباريات وديه مثلا. تاني حاجه احنا عندنا مهمه سريعه ان احنا الاول نلعب الماتشين اللي جايين، ودي هيتم اختيار فيها 40 لعيب تقريبا غير المحترفين، هنعلنهم ان شاء الله بعد اسبوعين، وهتبقى الاولويه فيها للعيب الجاهز واللعيب
اللي بيلعب في فرقته اساسي واللعيب اللي بيأدي اداء جيد، ودي سواء هو محترف او يعني محترف في الخارج او في مصر، ودي المهمة الأولانية اللي هي السريعة اللي مش هيبقى فيها تغييرات كتيرة غير المصابين طبعا واللعيبة اللي ما بتلعبش. دي المهمة الأولانية. المهمة الثانية ان احنا نحضر ان شاء الله بعد كده اللي هي ابعد من الشهر اللي جاي وابعد من بداية التصفيات اللي هي هنلعب فيها ان شاء الله يوم 2/6 و6/6. بعد كده هيبقى في قوام اكبر شويه للمنتخب ان شاء الله، تقريبا 60 لعيب غير المحترفين ان شاء الله. دول اللي هيبقوا نوال ان شاء الله تحضير هنقول لمرحله اكبر شويه او ابعد شويه، واللي ممكن فيها يبان فيها بعض اللعيبه الجداد شويه او احنا متوسمين فيهم ان شاء الله يبقوا نوال منتخب مصر قادم ان شاء الله. تاني حاجه احنا هيبقى الاختيارات بالنسبه لنا، احنا مش جايين نعمل فرقه جديده، احنا جايين نعمل توليفه جيده ومزيج جيد بين اللعيبه الخبره واللعيبه اللي ممكن يدخلوا منتخب مصر ويؤدوا اداء جيد ويبقى ليهم مستقبل كبير، وده ان شاء الله في الفتره اللي جايه اللي بعد المرحله الاولانيه اللي فيها المباراتين مباراتي غينيا واثيوبيا. ان شاء الله نحاول نعمل ماتش ودي يوم 13 او 14 او 12 تبع الانديه تبع المنتخبات اللي ممكن تلعبنا ان شاء الله، وغالبا هنلعبه من غير اللعيبه المحترفين في الخارج اللي هيلعبوا اول ماتشين ان شاء الله ويبقوا في راحتهم. طبعا اتمنى كل التوفيق لكابتن ايهاب جلال وجهازه، وان شاء الله يحققوا انجاز مع منتخب مصر، اكيد ده اللي احنا بنتمناه ايا كان المدرب مين، نتمنى منتخب مصر دايما يكون في الافضل. السؤال اللي الناس كلها بتساله، هل كابتن ايهاب جلال ممكن يقدم لعيبه جديده للمنتخب؟ يعني كروش قدم اسماء جديده، عبد المنعم، اكرا، في اسماء جديده قدمها، فتوح تالق معاه، فيصل حسين، لاعب اكتر من لاعب في مراكز، احمد رفعت اكتر من لاعب في اكتر من مكان، كابتن ايهاب جلال ممكن يقدم اسماء جديده ولا في البدايه هيلعب على المضمون؟ يعني هو في شقين من متابعتي لتصريحاته الكابتن ايهاب جلال في المؤتمر النهارده، يعني بيتكلم على ان هيبقى ممكن في قائمه تضم 40 لاعب او 60 لاعب، العدد الكبير ده اللي بيتكلم عليه. انا عايز ابني جيل تاني. بدايه جيل تاني، ولكن في النهايه انت يعني خلاص انت في سباق مع الزمن، ان انت عندك مباراه غينيا بدايه الشهر الجاي، فخلاص انت ما عندكش وقت كبير ان انت تلعب. مفيش وقت نلعب ماتش ودي. مفيش وقت ان انت تلعب ماتش ودي في ظل حتى الارتباطات المحليه للانديه والجدول المضغوط ده، فبالتالي انت المفروض بالفعل مستقر على العناصر اللي عندك، وهي يمكن الميزه النسبيه اللي عندنا ان الجهاز الفني جهاز فني وطني، فبالفعل هو ايده في العمليه زي ما بنقول، وعارف الدوري المصري وعارف اللعيبه اللي ممكن يختارها بشكل كبير جدا، فما اعتقدش ان هيبقى فيه يعني نسبه مجازفه بوجوه جديده في الفتره دي، ممكن ان انت تحضرهم للمستقبل او تختار قائمه، لكن انت في النهايه لو انت اخترت قائمه من 40 واحد اعتقد يعني من وجهه نظري ان دي الى حد ما سياسه من الجهاز الفني الجديد، ان انت يحفز بعض اللعيبه، عايز يحفز بعض اللعيبه وعايز يخفف الانتقادات عنه شويه، ان انا هدي الفرصه لكل اللعيبه. ممكن حاجه ثالثه، عايز يعرف لعيبه كتير لان في مواهب كتير في مصر، فالمستوى هيقل، في حد هيكون مكانه على طول. صحيح. طب هل شايف ان هيلعب بنفس اسلوبه كابتن ايهاب جلال، اسلوب كل الناس عارفاه، بيطلع بالكوره بيبني من تحت جيد جدا، يحب يلعب الكوره على الارض لحد ما توصل يبني هجمه، هل هينفذ ده مع منتخب مصر؟ انا ممكن نشوف استراتيجي جديده. هو بالتاكيد يعني المدربين مدارس، لكن في كتير من المدربين خلاص بيعتمد على الفكر بتاعه ده بيطبقه مهما انتقل ما بين انديه او منتخبات، لكن الحاجه المهمه في الموضوع هو ان كابتن ايهاب جلال يمكن من تدريبه المقصه او الاسماعيلي او بيراميدز بيبقى محكوم بقائمه لعيبه، انت النهارده كمنتخب مصر قاعده الزمالك وكان طبعا فتره الزمالك يمكن كانت فتره قصيره شويه
وما خدمتوش النتائج بشكل كبير. لكن في النهايه انت كمدير فني لمنتخب مصر قاعده الاختيار عندك هي كل انديه الدوري المصري بكل الاقسام بكل الدرجات، فبالتالي بتبقى عندك يعني فرصه ان انت تختار العناصر اللي هتوائم الطريقه اللي انت هتقوم بتنفيذها. صحيح. فدي يمكن هتبقى عنده ميزه نسبيه شويه يختار من كل الانديه اللي عنده. مش هيبقى في عذر ان انا لا والله يا جماعه دي القماشه اللي عندي ان انا مش هقدر. معاك مصر كلها، معاك مصر كل المحترفين والمحليين، هي بتختلف عن الانديه عشان كده مدرب المنتخب. يعني احنا الفتره الجايه عندنا تصفيات مهمه جدا، تصفيات كاس الامم، عندنا ملاوي وغينيا واثيوبيا، لقاءات شايفها سهله في متناول ممكن نشتغل عليها كويس ولا صعبه؟ الكره الافريقيه بتتغير من يوم للتاني. صحيح. وفي انديه ومنتخبات بتعمل مفاجآت وشفنا ده في بطوله افريقيا اللي فاتت. ملاوي وغينيا واثيوبيا، شايف اللقاءات دي نقدر نحقق فيها فوز بشكل سهل ولا ممكن تعاصلك معانا؟ هو المنطق يقول ان انت يعني عندك افضليه على المنتخبات دي، ولكن في النهايه مفيش حاجه كتاريخ وك يعني اسم كبير في القاره السمراء وبيتعمل لك حساب. يعني منتخب مصر معروف ان انت هتقابل منتخب مصر بيبقى فيه برضو نوع من الرهبه شويه، لكن ده منتخب مصر وصلاح، اسم طبعًا صلاح بيعمل قلق لاي منتخب، ده يعني غني عن التعريف طبعا في كل ملاعب العالم. فبالتالي انت عندك منتخب مصر ميزه شويه ان انت بتبقى يعني تاريخيا متفوق، عندك الافضليه، لكن في الملعب طبعا الكلام بيبقى مختلف لو انت ما احترمتش المنافس، ما اديتش بالمستوى اللي يخليك تحقق الفوز ويبعدك عن اي مفاجات. زي ما حضرتك بتقول يمكن بطوله افريقيا كان فيها مفاجات، محدش كان يتوقع ان جزر القمر تتاهل، محدش كان يتوقع ان جزر القمر تعمل ماتش كبير جدا قصاد الكاميرون وتخسر بشق الانفس. الناس كلها اتضايقت من الكاميرون، هي اتظلمت صحيح. يعني يعني في المنتخبات في النهارده سقف الطموح عالي شويه بتاع الكره الافريقيه، فانت النهارده ليه بقى كله عنده محترفين وكله عنده لعيبه مميزه وكله صحيح. عارف ازاي يعمل اكاديميات وكله بدا يشف كده من اوروبا، انا ازاي اكسب، ازاي اعمل فرقه كويسه. صحيح. هل الدفاع ولا حل؟ زمان كان يقول لك ايه، اصل افريقيا معروفه بالقوه. لا خالص، ما بقاش في موضوع قوه بس، هو اكتر فني انا عايز بس اكتر دوري فيه التحامات الدوري الانجليزي. صحيح. ما فيش الافارقه ممكن شكلهم بنيان قوي، ومش كل على فكره الدول الافريقيه كده حاليا، بقى الافارقه بيتميزوا باللعب، بيتميزوا بالمواهب. صحيح. افريقيا فيها رياض محرز، فيها ماني، فيها صلاح، فيها اسماء كلها، حكيمي، كل الاسماء اللي موجوده لعيبه مهاريه وسريعه جدا، بتعرف تعمل كورة كويسة جدا. فعشان كده الكورة في أفريقيا اتغيرت بشكل كبير. الناس في مصر أكتر من 100 مليون محلل وأكتر من 100 مليون مدرب، فطبيعي كله قاعد مستني ده، ورينا بقى كابتن إيهاب أول ماتش هتعمل إيه. كل المصريين قاعدين كده إيه بنظرة اللي هو ورينا بقى، لو كسب يقول لك إحنا صح، إحنا قلنا كابتن إيهاب جلال عظيم. وعلى فكرة ده حال الجماهير في كل حتة طبعا، وحال الكورة في كل مكان. إمتى نقدر نحكم على المنتخب؟ إمتى نقدر نقول منتخب مصر لا والله ده إحنا هنشوف؟ مع كيروش كان الموضوع مختلف، حبه فوق وحبه تحت، ماتش جامد وماتش دفاع، فمش عارفين نحكم امتى. امتى نقدر نقول اطمنا يا جماعه لا منتخب مصر ماشي في الخط السليم مع كابتن ايهاب جلال؟ يعني يمكن حاله الخلاف على المدير الفني لمنتخب مصر دي يعني واضحه، مش يعني مش هندفن يعني دماغنا في الرمل زي ما بيقولوا. ما حدش بص، ما فيش انسان اي حد يجتمع عليه. صحيح. ما لو كانوا جبنا اي حد يعني ده ينفع مكان فيه كابتن ايهاب جلال. صحيح. جبت كابتن ايهاب جلال يعني ده ينفع مكان فيه كابتن فلان، ايا كان الاسم اللي هتجيبه في ناس تطلع تعترض. صحيح. دلوقتي في كابتن ايهاب جلال، وواجب على كل مصريين دعم كابتن ايهاب جلال ودعم منتخب مصر. كلام مظبوط جدا، هي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، ان انت خلاص ده مدير فني منتخب، مش هتمشيه تاني يوم الصبح، فخلاص انت مش هتستجيب لانتقادات ويعني ضغط من البعض. لا ما حدش هينتقد، انا قصدي امتى نقدر نحكم. اكيد طبعا فتره الحكم، لا انا شايف ان الجهاز الفني الحالي لمنتخب مصر اتاخر في تعيينه. يعني انت استنيت فتره كبيره من بعد ماتش السنغال في مارس عشان تشوف مباراه التعادل والفكره اللي احنا برضه يعني تاني كان في مفاوضات شغاله يعني وتمام طبعا عشان وكان بيراميدز بيلعب في الكونفدراليه، فيعني كان في اسباب كتير، وكيروش كان خلاص عرفنا ان هو مش هيكمل، ولكن كان برضه في ظروف كتير، وما كانش في حتى لو تعيين جهاز موجود ما كانش هيلحق يعمل حاجه. هيعمل ايه؟ ما انت كده كده ما تقدرش تعمل ولا معسكر ولا ماتش ودي. بس تبتدي تتابع شويه، تبتدي تحط الاستراتيجي بتاعتك، انت هتشتغل على ايه؟ انت النهارده القرعه اتعملت من حوالي اسبوعين، قرعه افريقيا. فبالتالي انت بتبص عندك الاختيارات، عندك الاجنده بتاعت السنه فيها ايه، الارتباطات الانديه، انت هتقعد مع رابطه الانديه تقول لها والله انا عايز معسكر كذا، انت ليه ما اعلنتش بقيه جدول الدوري؟ ودي حاجه انا اتمناها بشكل شخصي. حلو السؤال ده. بص انا كنت اسال سؤال وانت جبته لي بشكل تاني. فكره هقعد مع رابطه الانديه وهقعد مع اتحاد الكوره، دلوقتي انا بشفق على كابتن ايهاب جلال. صحيح. عنده انديه في افريقيا،
عنده الدوري لسه ما شاء الله، كاس مصر قديم وجديد، كاس مصر قديم وجديد، سوبر قديم، حاجات قديمه وجديده، يعني لسه عندنا تشكيله كده ايه، حاجه جميله، نيو كوليكشن هيعمله السنه دي في الكوره. فدي ازمه كبيره جدا. امتى يقدر يعمل معسكر؟ امتى يقدر يجتمع باللاعبين؟ دي مشكله حصلت معانا لما كان كيروش عنده ماتش صعود كاس العالم النهائي قبل الماتش باربع ايام، مش هنقول بس المحترفين لا والمصريين قبل الماتش باسبوع. فده زمان كان منتخب مصر عنده لقاء مهم في معسكر اقل حاجه 10 ايام اسبوعين. دايما نقول ان اللعيبه المصريه بتيجي في البطولات المجمعه علشان بيقعدوا مع بعض والمعسكر بيزيد. فهل هيقدر الفتره الجايه يتوفر الكابتن ايهاب جلال؟ ما احنا عشان نقدر نحكم لازم نوفر، صحيح، فهل هنقدر نوفر له الوقت اللي يقدر يشتغل فيه مع اللعيبه، مش مجرد يتفرج عليه مع الزمالك ومع ام بي ومع، لا انا عايز اجيب اللاعب واشتغل معاه يمكن اشوفه هيناسب طريقتي واجيبه وليه مش مناسب طريقتي، فهل هيقدر ياخد وقت؟ دي الفكره، ان انت اصلا ما عندكش وقت، يعني انت اوريدي ان انت خلاص دخلت في دوامه البطولات المحليه والارتباطات الخارجيه للانديه، فخلاص انت معروف من هنا على الاقل ليه، يعني يوليو على الاقل، ان انت ما عندكش فتره ان انت تبقى فيها متاح ان انت تعمل معسكر. سبتمبر، احنا لسبتمبر معنا سبتمبر كمان يعني حتى يوليو واغسطس سبتمبر فعلا فتره مضغوطه. طب بدايه الدوري، احنا بنتكلم على الدوري الحالي وكاس مصر القديم والجديد والسوبر، بدايه الدوري الجديد هتبقى امتى؟ ما انت برضه بتتكلم على استعداد. لما احنا ان شاء الله هنيجي في شهر سبتمبر نفكر نعمل ايه في الدوري الجديد، صحيح، علشان ما نخش مجموعه ولا مجموعتين، ويا ترى هيبقى شكله ايه في الاخر. نقول لا يا جماعه هنخش ونلتزم. فنيجي بقى السنه اللي بعدها نقول ان شاء الله هنحاول نعمل دوري جديد. فهو الحل كان السنه دي لازم يحصل حاجه في الدوري، كان الدوري لازم يكون مجموعه دور واحد، ده كان اسلم حل، يكون خلصنا الدوري في التوقيت الحالي ونقدر. وانا كان نفسي برضو كمسؤولين طبعا ليهم كل الاحترام في لجنه الانديه، كل حد نفسه ينفذ، ما حدش عايز يفشل نفسه برضو، لازم نتفق، صحيح، مفيش حد عايز يفشل نفسه، مفيش حد عايز يطلع يقول حاجه. بتحط اسباب النجاح في النهايه، هو بيحاول، هو حاسس ان هيعمل، واكيد قعدوا حسبوها المسؤولين، قعدوا حسبوا الموضوع سواء في الاتحاد او في اللجنه او في رابطه الانديه، وممكن لما حسبوها طلع ينفع، ولكن ممكن حصل لقاءات اكتر في افريقيا للانديه فعملت لهم ازمه مؤجلات، فدي برضو بعض المشاكل. الفكره برضو يعني خلينا نفكر بصوت عالي، احنا ليه ما بنشوفش الكلام ده مثلا بره؟ مش طبعا هنقول المقارنه صعبه كل حاجه، لا ليه نشوفه بره؟ انا كنت لسه بتكلم مع فريق الاعداد جوه، احنا هو اليد والسله والطايره بيلعبوا كل كام يوم بجد على فكره، يعني دول في مصر، صحيح، ولاعيبه ومش اقل اهميه، مش اقل لياقه بدنيه، بالعكس، صحيح، احنا الطايره اهلي الزمالك لعبوا اربع خمس ايام ورا بعض في رمضان عادي مكملين، مفيش لا لقاءات دبح، مفيش هزار، احنا بنلعب علشان، واللي بيلعبوا اربع اشواط وخمس اشواط، فالدنيا والسله نفس الكلام، بيلعبوا كل يوم بيست اوف فايف كل يوم، صحيح، ورا بعض، فما دي لعيبه عندها طاقه بدنيه وعندها حاجه. انا كان لازم عشان الدوري يكمل لازم نلعب كل ثلاث ايام، عندك بقى افريقيا، عندك اي حاجه كل ثلاث ايام، اعمل بقى سكواد كبير، اعمل فرقه كبيره. ف ما هي دي الفكره في كده، ان انت اوريدي انت عارف الارتباطات الانديه، هتقول لي اصل انا اتفاجئت ان الانديه كملت، طب ما هو بره مثلا اتفاجئوا ان ليفربول وصل فاينل اوروبا، فبالتالي هيقعدوا يشوفوا مؤجلاته ايه. وعلى ذكر العاب الصالات، فالنتيجه فيها تعادل حتى الان 12 12، الدقيقه 18 وكسور الشوط الاول، طبعا 12 12 واضح ان الماتش ماشي سجال، بس يا جماعه النبي قولوا لي مين اللي بيتقدم، يعني مين اللي بيليد؟ الزمالك هو اللي بيليد، دي حاجه تطمن شويه الحمد لله، طول ما انت الليد في الموضوع فان شاء الله نقدر نسجل مره، وعندنا حراستنا طبعا كلهم جامدين جدا سواء كريم او فلفل يقدروا يتالقوا، نقدر نسجل ونقدر نفرق واحده واحده ان شاء الله، واللياقه البدنيه والفنيات بتاعت لعبتنا تبدا تزيد. انا عايز اقفل مع حضرتك الكلام عن منتخب مصر، عشان عندنا نادي الزمالك طبعا، والفتره اللي جايه مهمه جدا لنادي الزمالك. بس الاول قبل ما اقفل معاك منتخب مصر هقفله بسؤال اخير، راضي عن الجهاز اللي موجود بالكامل بنسبه كام في الميه؟ وطبعا كابتن محمد شوقي لو بنتكلم المدرب العام، يعني خلاص حط ثبت اقدامه مع المنتخبات الوطنيه سواء منتخب شباب او منتخب وطني، منتخب اولمبي او منتخب وطني، خلاص بقى اسم معروف، هو ما فيش خلاف عليه، ما اعتقدش يعني ان في خلاف عليه في الجهاز الفني. احمد حسام، كابتن احمد حسام طبعا كان مع كابتن ايهاب في المقصه، اكيد يعني بواقع التعامل معاهم، في مدربين بيميل ان هو اختار شخص بيبقى في تفاهم شويه ما بيننا يقدر ينفذ الشغل اللي انا بعمله كجهاز فني. كابتن عصام الحضري بالتاكيد يعني وجوده مع الاسطوره اكيد طبعا في الجهاز الفني السابق، اكيد يعني برضو اداله هو
على مستوى مش عايز تراضي كام في المية؟ مش عايز لا مش عايز انا مش 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 مش, مش يعني مش هقول لك لازم ان مفيش ما اعلناش ان احنا في مدير منتخب خلاص مش هيكون في مدير يعني ده خلاص لغينا المنصب ده طب احنا كنا حاطينه ليه من الاول ماشي ما علينا عشان كنا عايزين مدير كنا عايزين اجابه سهله طبعا برضو بيهمنا نشوف مخطط احمال مين هيبقى طبعا. يعني برضو القصه دي لازم يبقى جهاز فني طالما انا اعلنت اعلن عنه جهاز كامل دكتور ابو العيله طبعا دكتور المنتخب الاحمال دكتور محترم جدا طيب نروح للزمالك زمالك عنده لقاء مش هيبقى سهل ابدا انبي دايما بيبقى لقاءاته مع الزمالك مش سهله والدوري الفتره اللي جايه مفيش لقاء فيه سهل طبعا. مع الضغط اللي على اللعيبه ان انت لو فرطت في نقطه المنافس بيقرب منك صحيح. على دور الزمالك الحمد لله بدانا سلسله انتصارات جديده ثلاث لقاءات اتحاد مصري ايسترن فالزمالك وفريرا بيسعوا للقاء صحيح. الرابع على التوالي شايف اللقاء الجاي ازاي يوم الثلاث وازاي يقدر الزمالك يسيطر على اللقاء بالتاكيد يعني مش هنأكد على اهميه لقاء انبي اكتر من اللي احنا بنقوله ان فعلا مباراه يعني ثلاث نقط فيهم لا بديل عنهم لان طبعا. انت هتفرق اكتر في وقت الرفاهيه خلاص بالظبط شفنا يمكن في مباراه ايسترن قد ايه اهميه الفوز في اللحظات الاخيره تحقق وان كانت مباراه نظريا انت بتلاعب متزايل الترتيب فبالتالي كان عندك افضليه صحيح المباراه تعقدت شويه بالسيناريو اللي مشيت بيه لكن شفنا لما ان انت ما بتاخدش المباراه بجديه ال 90 دقيقه ممكن ان انت تستقبل هدف يصعب لك الدنيا شويه خاصه لو توقيت الهدف كان صعب زي ما شفنا كده من ايسترن لكن الحمد لله ان كان في اصرار وعزيمه من اللعيبه لغايه اللحظه الاخيره ان انت تقدر وتسجل مباراه انبي تحديدا انت نادي الزمالك في السنين الاخيره على وجه الخصوص بتبقى مباراه قويه مش سهل ان انت تحقق الفوز على انبي منافس قوي وشرس وعنده لعيبه مميزه جدا بيعرف يلعب الزمالك بيعرف يلعب الزمالك بالظبط يعني بتشوف كده انبي مختلف قصاد الزمالك بشكل خاص يعني فاتمنى ان يعني اللعيبه يكون واصل لها ده واعتقد ان الجلسات اللي بيعملها مستر فريرا مع اللعيبه دي بتوصل للفكره بشكل واضح جدا للعيبه ان انت مش مقبول ان انت تفرط في اي نقط في اللي جاي لان انت هتزيد لنفسك الثقه هتريح نفسك اكتر في اللي جاي هتحط الضغط على المنافسين بتوعك فدي هتبقى حاجه ايجابيه هل ينفع في الوقت الحالي نقارن بين فريرا الولايه الاولى 2015 وفريرا 2022 ولا لسه بدري هو لسه بدري بحكم يعني ان مش نفس السكواد مش نفس الظروف انت النهارده بقايمه مفروضه عليك يعني خلاص ما عندكش اختيارات كتير على الدك يعني ماتش ايسترن دخل فيك جون انت طبعا عندك لعيبه مهمه مش بنقلل من اي صحيح. حد يعني كلهم لعيبه مهمه ولكن ما عندكش اللي يعمل لك الفرق ان انت لا انا عارف لو حصل كذا هعمل كذا دي بسبب ايقاف القيد اللي حصل للزمالك في مراكز معينه خلاص انت عارف ان انت ما اخترتش ده هتختار ده فخلاص هي الامور واضحه بالنسبه لفريرا فبالتالي من الصعب ان انت تحكم على التجربه بشكل كبير لكن اللي تقدر تقوله ان في لمسات بانت من المدير الفني يعني ده بيبان في الجمل ده دفاعيا كمان ودفاعيا بقت اكثر دفاعي. تنظيما يمكن اللقاء اللي فات الدفاع كان في هزه شويه يعني لكن الدفاع واقف على رجله الى حد ما انا بالنسبه لي روح اللاعبين انا بحس ان اللعيبه كلها بتلعب وهي مستريحه ده حقيقي يعني هو بيحاول يخرج اللعيبه من الضغط اللي عليهم وده باين جدا اللعيبه بتلعب وهي مركزه ما بيستعجلش حد في اللعب ما حدش انا الروح دي كان عايزين نكسب عايزين نسجل اللعيبه ما حدش اكيد عايز يخسر ولكن كنا ممكن تحس ان في ايه كرة ما عندنا لا صحيح. انت ركز والعب جبنا كرة في العارضة كعادتنا ولا نشتريها يعني كل مرة ده بصمة يعني ممكن قبل الماتش نحط كام كرة في العارضة علشان يعني نكسر النحس شوية اللقاء الجاي الزمالك هيلعب بطريقة لعبه العادية بنفس التشكيل ولا ممكن فريرا يغير ممكن يبقى في بعض التغييرات بحكم ان انت راجع لك يوسف اوباما من الايقاف بيغيب عنك امام عاشور فيعني الى حد ما ممكن دي تبقى التغييرات المحدودة اللي انا شايفها لسه هقول لك مين يلعب مكان امام يعني اعتقد بحكم اللي بيعتمد عليه فريرا من الواضح هو ما بنتكلم في واحد من الاثنين محمد اشرف رؤى وقد يبدو الاقرب يعني قياسا بطريقه لعب انبي الهجوميه شويه اللي هيحتاج حد جنب طارق حامد او اسلام جابر بالظبط طب ممكن فريرا يفاجئنا بزيزو مثلا لعب 8 زيزو هفكر معاك انا مع بس ده هيعتمد على ان يبقى في خيارات تانية في مركز زيزو فاعتقد ان دي مش هتبقى سهلة شوية في شيكا دلوقتي. يعني هو اعتقد يعني لو جاهز شيكا ما شاركش النهاردة في تدريب عنده بعض الاجهاد في القدم بس ان شاء الله يكون جاهز نتمنى ان هو يكون جاهز جاهز برضو بشكل كبير ولا لسه سيسي برضو يعني كان غايب الفترة اللي فاتت ولكن يعني اعتقد ان انت كمدير فني لما بيبقى عندك خيارات
او لعيبه تقدر توظفها في اكتر من مركز دي بتبقى ميزه. بس هو فعلا في الحاله دي لو هيفاضل اسلام على فكره بيلعب وينج ساعات، بس مش هيلعب وينج اسلام على حساب زيزو، ما يلعب اسلام في خط النص، وابني زيزو قدام وهيرجع اوباما في مركزه. بالتاكيد اوباما في مركزه، او لو هو لاعب رؤى او قرر يعني هو يبتدي برؤى هيبقى اسلام عنده على الدكه لو احتاجه في الشوط الثاني بالظبط. ولا ممكن نشوف حد من الناشئين. هو ماجد هاني يمكن اللي حط رجله شويه في المركز ده وابتدى يبقى موجود. تالي في طارق علاء كمان تالي نفس المركز اعتقد. يعني انت نفسي نديهم فرصه، ممكن الوقت صعب عليهم. هي الوقت صعب بس يعني ممكن تدريجيا، يمكن فكره فريق العمل اللي سمعت في الانترو لسه هتحرك عليه فريق العمل الجديد ده. انا بالنسبه لي فكره كويسه جدا الحقيقه، في اكتر من مكسب، هيوفر فلوس للزمالك، بيدي طاقه للولاد ولاد النادي لا واللي هيصعد فيهم يلعب، ده حلمه من وهو طفل بيلعب في الناشئين ان انا العب مع الفيرست تيم. هو شايف دايما انا عايز اتمرن مع الفريق الكبير. صحيح. فهو ده عنده شغف كبير فعايز ينزل يقتل نفس الملعب، ان هو قبل ما يكون لاعب كمان هو من مشجعين الزمالك طبعا، فهو بيحضر الماتشات بيتفرج على اللعيبه، فما يشوف مع موجود مع اللاعبين حاجه كبيره جدا ده. ان شاء الله الفتره الجايه ياخدوا فرصه، بس ما للاسف ساعات بياخدوا فرصه بيبقى ماتش واحد واحد فبينزل يا عيني يبقى الضغط عليهم كبير في دربكه. لكن مثلا انا كسبان 2-0 كسبان 3-0 لا هقدر انزل واحد اجربه ينزل يشارك، اقدر الاعب حد يشارك معايا اكتر. صحيح. واحنا محتاجين مراكز كتير نشوفها، ومن الواضح ان فيريرا عنده قابليه لده. طبعا. يعني شفنا سعيد نيمار ابتدى يبقى له دور، فيريرا بيركز في السن وبيركز امكانياتك ايه، انا هقدر اخليك موجود. طب مين يبدا في الهجوم؟ شفنا مره يبدا بعمر مره يبدا بسيف، والاثنين الحمد لله سجلوا وفكوا. صحيح. نحس عدم التسجيل، وحتى شفنا سيف يعني سجل بغل زي بنقول كده، الكوره كانت معنديه بشكل كبير، بدات الناس تنتقده وده طبيعه الكوره ودي طبيعه الحال، اللعيب هيسجل الجمهور هيرفعه سابع سما، هيفضل ما يسجلش الجمهور هيبدا يتضايق منه. بس قبل ما نكمل كلامنا معانا تليفون من النيجر، مراسل زميلنا طبعا صلاح العقده مراسل اون تايم سبورتس. اهلا بيك صلاح. اهلا بيك زيد محمد، اهلا بيك. اهلا بيك وطمنا على اللقاء، اجواء اللقاء ايه حتى الان بين الزمالك والاهلي؟ الحقيقه هو لقاء يليق بالنادي الاهلي ويليق بنادي الزمالك، مباراه رائعه جدا، يمكن خساره كبيره جدا عدم اذاعه المباراه ديت. المباراه بدا الاهلي دايما بيتقدم بجول والزمالك بيتعادل، بيقل دقيقتين كده بالظبط، الزمالك كسبان 17 الاهلي 15، واحنا دلوقتي في الدقيقة 25 و15. النتيجة كام أنا آسف؟ 17 الزمالك 15 الأهلي، يمكن الزمالك قدم على الأهلي مرتين، دي المرة الثانية وفرق كان دايماً بيفرق بجول أو الأهلي يفرق بجول، النهاردة دلوقتي حالاً الزمالك 17 الأهلي 15 فرق بجولين. والأجواء حماسية طبعاً جداً بين اللاعبين أجواء دايماً أجواء اليد في النادي الأهلي نادي الزمالك، ابطال افريقيا الاثنين يعني مش مشكله بين اول وثاني، لكن هم يبقوا ابطال الاهلي والزمالك هم اكبر افريقيا في كره اليد، حماسيه كبيره جدا، يمكن فرقه هنا بيشجعهم الفرق المشاركه في البطوله اللي هتبدا بكره ان شاء الله، قاعدين في المدرج بيشجعوا الاهلي وبيشجعوا الزمالك. يعني في جماهير قاعدين بيشجعوا اللعبه الحلوه، اللي بيلعب كره حلوه بيتحمسوا معاه. يعني مع كل جول هنا بيشجعوا، على طول كل جول هنا بيشجعوا. حتى الان مثلا مين متالق في الزمالك؟ يعني متالق في الزمالك احمد الاحمر ويحيى الدرع متالقين بشكل كبير جدا، ابراهيم المصري في الاهلي متالق جدا جدا، يعني ادائهم واضح جدا في وسط الملعب. اكيد حراسه المرمى ليها دور هنا او هنا، فالحراس عاملين ايه حتى الان؟ يعني يمكن الاهلي على فترات كده بيلعب بدون حارس مرمى في الهجمات، فده بيستغلها احمد الاحمر ويحيى الدرع من امام مرمى نادي الزمالك، احرز حوالي ثلاث اهداف او هدفين بعد ظهر. كاتونجا او فلفل تصدوا الكرات كتير الشوط الاول حتى الان؟ معلش الصوت بعيد. كريم هنداوي او فلفل تصدوا لاكثر من كره في الشوط الاول؟ متالق فعلا كريم النهارده مقدم اشياء كويسه. راح ماشي جوز بول يعني احنا في 26 من 24 واحنا فارقين هدفين بالنسبه للزمالك، والامور مستقره على كده يعني. النتيجه لسه زي ما هي 17 15 لسه بقى لنا حوالي دقيقتين ونص، 17 15 ما اتغيرتش، في هجمه هنا وهجمه هنا، لكن حركتين المرمى بيتالقوا فيها. لسه النتيجه زي ما هي 17 15 في 27 و15 ثانيه 27 15 ثانيه. يعني صلاح اشكرك جدا، ويعني نتمنى لك تعود مع البعثه بالف سلامه. طبعا زمالك متفوق
17 15 ف يعني يا رب يكمل على خير حتى الان. وكما توقعنا ان كريم هو المتفوق، كريم هنداوي قدر يتصدى لكوره وردت بهجمه للزمالك، فهي 18 15 حاليا. ان شاء الله نقدر نفرق كده في اخر دقائق في الشوط الاول، بحيث ننزل الشوط الثاني كمان نقدر نزود، وكعاده نادي الزمالك ومدرسه الفن والهندسه يزيدوا شويه. كعاده الكومنتوس تحديدا لما بيتقدموا من الصعب قوي ان هم تعمل كامباك عليهم، خاصه لما الفرق بيوسع يعني بتبقى الامور صعبه شويه. يعني نورتني وشرفتني، ودايما بكون مستمتع مع حضرتك، وان شاء الله نحتفل مع بعض بعد يعني ساعه مثلا بالكثير من دلوقتي بفوز نادي الزمالك بالسوبر الثامن. شكرا ليك جدا. شكرا ليك يا استاذ عضه، وسعيد ان انا كنت معاك النهارده في نادي قناه نادي الزمالك. شكرا لحضراتكم، ودي كانت نهايه حلقتنا، ودايما مساكم ابيض بخط الحمر.